ملامح رمضانية تعيشها محافظة السويداء بكل تفاصيلها بفضل التضحيات التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري. دعوات وأماني ترتفع إلى السماء في شهر رمضان المبارك، ويأمل السوريون أن يعم الخير والأمان على كافة المحافظات السورية وأن تبقى سوريا حصينة منيعة ضد الإرهاب. أمنياتنا أنه يعم الأمن والسلام ويرجع الاستقرار لسوريا الحبيبي، وترجع المحبة اللي فقدناها يعني والتآلف. أجواء حاليا ممتازة، شايف بعد الأفطار الناس كيف جاي تتفسح بعد الانتصارات اللي حققها جيشنا العربي السوري، وإن شاء الله الله يعيد الأمن والأمان لمثل ما كنا بالأول، وهذا أمنيتنا. يعم السلام على البلد، وأنه الأسعار يعني ترخص كمان. كثير حلوة أجواء رمضان والحمد لله، مبسوطين كثير وفيها داوة بال الحمد لله. بتمنى الهدوء والاستقرار والأمان. أجواء لطالما اعتادت عليها كل المحافظات السورية يعيشها اليوم السوريون بفضل من بذل الغالي والنفيس ليبقى الوطن.